أحياناً ممكن تصير حزازيات أو مشكلات بين الناس بسبب عملية إعطاء الرأي أو طريقة إعطاء الرأي هو عملية التوجيه والإرشاد، وسبب في ذلك أن بعض الأحيان الناس يشوفون الرأي أو النصيحة بأنها ثقيلة عليهم ويتضايقوا منها، والسبب هو أن الشخص يستخدم صيغة الأمر أو الأسلوب المباشر في عملية تقديم الرأي أو النصيحة أو التوجيه والإرشاد. فمثلاً ممكن واحدة تشاور زوجها في موضوع، فلما يجي يعطيها رأيها يقول لا تسوي كذا، أنت بي تعملي كذا، كيف سويتي كذا، معقولة من عقلك عملتي هذا الشيء؟ هذا كله خطأ، وبالتالي تصير طريقة إعطاء الرأي ثقيلة على الأذن. فالأفضل لما نجي نعطي رأينا لأي أحد من زملائنا أو أبنائنا أو بناتنا أو زوجاتنا أو بيننا وبين بعض، نستخدم الأسلوب غير المباشر في عملية إعطاء الرأي. أتكلم عن نفسي وأعطي رأيي بنفس الوقت بأسلوب مؤدب. شلون؟ فأقول له لو أني مكانك كان سويت كذا، حبذا لو يتم عمل كذا، الأفضل أن يتم عمل كذا. شفت شلون؟ فأنا أعطيتك رأي، ولكن بنفس الوقت تركت لك حرية اتخاذ القرار في عمل هذا الرأي. وبنفس الوقت إذا كان ابن أو بنتي تنمى عنده ثقة بالنفس وتتنمى عنده القدرة على اتخاذ القرارات. فخلونا بدل ما نستخدم صيغة الأمر قدر المستطاع نستخدم عملية الإرشاد غير المباشر في تقديم النصيحة والرأي. فمان الله.